ما يزال مصير العالم وارتهانه بإيجاد مخرج ناجع لجائحة كورونا في صلب اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم، حيث حملت صحيفة المصري اليوم صدى أمل كوني بأن تفتح القمة العالمية بشأن اللقاحات التي قادتها بريطانيا عن بعد الباب أمام توحيد الجهود لإيجاد علاج سريع ليس لفيروس كوفيد 19 فحسب، بل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية المتدهورة في ظل القناعة المتنامية بأنه آن أوان إعمال التغيير الشامل في كل شيء من أجل أن تستمر الحياة على وجه أفضل مما كانت عليه. وحول مصير ضم السلطات الاحتلال لغور الأردن ومزيد أراضٍ من الضفة الغربية في سياق حملة الانتخابات الأمريكية المتوقع أن يحتدم أوارها في يوليوز المقبل، ذهبت يومية الغد الأردنية إلى أنها ستكون في صلب القضايا التقسيمية لهذه الانتخابات، مرجحة أن يقف الحزب الديمقراطي بحزم ضد الضم بما من شأنه استراتيجيا أن يدخل مواقف الدعم لإسرائيل في واشنطن ضمن مراحل مد وجزر قد تشكل فرصة سيكون على الأصوات العربية استثمارها للدفع باتجاه حل الدولتين. وفي الإمارات كتبت الخليج أن الذكرى 53 لهزيمة حرب 5 يونيو 67 900 و1000 مرت هذا العام بهدوء وكأنها لم تكن، على الرغم من أن تداعياتها الأليمة لا تزال حاضرة، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية هي الأكثر تضررا من هذه الهزيمة، إلا أن الإيمان بعدالة القضية وعدم الاستسلام لثقافة الهزيمة كلها عوامل لا تزال قادرة على فتح نافذة ضوء في جدار الظلام، لأن الصراع لم ينتهي بعد والضربة التي لا تميت تقوي. وحول عودة الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني كتبت النهار أنه على رغم صعوبة التكهن بالحجم الذي ستتخذه الانتفاضة المتجددة التي ستشهدها بيروت ومناطق أخرى، فإن مجمل المؤشرات تشير إلى ترقب يوم مشهود آخر من أيام الانتفاضة التي كانت شرارتها الأولى في 17 أكتوبر الماضي. وعن مصير العمالة الوافدة إلى بلدان الخليج في سياق الإكراهات التي تعيشها المنطقة بسبب أزمة اقتصاد عالمية عمقها تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، لفتت لوسيل القطرية إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باتت تنظر بجدية إلى التخلص من الأعداد غير القانونية لهذه العمالة بشكل تدريجي، والعمل في المقابل على توفير مزيد من فرص الشغل لأبنائها، في ظل توصيات لخبراء محليين بأن تخفيف التحملات عن حكومات الخليج وفتح المجال لتشغيل أبنائها وإعادة التوازن الديمغرافي لساكنتها يحتم أن يتم التخلص سنويا من نسبة 10% من هذه العمالة وصولا إلى نسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، مع ضرورة التركيز على استجلاب الكفاءات العلمية والمهنية والعمل على تجنيس البعض منها.